آخر أيام المشاوير. هذا هو المشهد، هذا هو المشهد، هذا هو المشهد، صح؟ ما تجيبي ورقة، حط المراية قدامك عشان تكمل الدائرة. نعم، راحة وجاية. آخر أيام المشاوير. مشاوير، نتفق حبيبي، نتفق يا قمر، انت يا عسل. نتفق. يحدث الآن قيد الحياة، هو ده. مدامت شايفة في حركة، مدامت سامعة في حركة، مدامت حاسة في حركة، جاتك إشارات من المتحرك، يبقى هذا اسمه الحي، الكائن الحي اللي هو قيد الحياة. كنت نمتي وصحيتي، كنت ميتة وحييتي، ما انت موجودة وحسيت بوجودك، خلاص. يبقى يحدث الآن هو الحق الوحيد. الأرشيف. حلو دي. الأرشيف حدث غير يحدث الآن. انت العين، العين بتتحرك، العين بتتحرك بإشارات وأوامر من القلب. اتحركت ونقلت اللي شافته إلى داخل الجسد. تمام، تمام، هي دي لغة القلب. القلب يدي أمر للعين، العين تنقل له المشهد المرسول. أيوة، العين مرسول القلب. خلاص، العين الحلوة اللذيذة القمر هذه، خلاص بتنقل اللي شافته بالضبط حرفيا، ما في لا نقصان ولا زيادة ولا عيب، زي ما شافت زي ما قالت. تمام؟ المتلقي لهذه الإشارات، لهذه المشاهد، لهذه الصور صامت ماله فيه، بتجيله الحاجة بس. صح؟ اهي فايش حركة العين، مساحة قدرة العين على نقل من خارج الجسد إليه، ها، 180 درجة فوق وتحت بالوسع، فما كيف كله بيدخل. ركزتي ولا ما ركزتي؟ فتحتي كده وعملتي كده وعملتي كده وعملتي كده وعملتي كده وعملتي كده وعملتي كده، كله دخل. صحيح؟ عاد اتحركت الرقبة، هي 180، خلاص ما عمرها تكمل
العين ما تجيب، الرقبة ما تجيب، خلاص. يعني حتى العصفور لما يسوي كده يسوي كده يسوي كده يسوي كده بس ما يلفها. ايه، في 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 كائنات حية أخرى رقبة حقتهم تلف تلف، خلاص. في كائنات حية أخرى العدسة حقتهم، العين حقتهم فيها عدسات متعددة. في كائنات أخرى غيرك على قيد الحياة عندها قدرة على نقل صورة 360 درجة، تمام؟ بعد الفرق بينك وبين مشمش اللي هو العصفور اللي انت ايش يعني بتتبع حركته، موقع موقع دخول الزاوية، القدرات يعني وسعة العدسة وهكذا، خلاص. كل دي تلبية لاحتياجات الجسد، القلب المتحرك الأصلي الأول، بعدين عادي يوزع أوامر. طبعا الأخت اللي شايلة كل الليلة دي ألا وهي القدمين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، بيجيها بالباطن إشارات القلب، فتلاقيها تتحرك، تعرف هي فين رايحة، ما تقول. هاي إباش إبا مو تسألي، مو تسألي أنت فين رايحة، لا، تتبعي الحركة حتعرفي فين رايح الجسد، خلاص. مو تسألي إيش هذا، تتبعي الحركة تعرفي ليش، لأنه الحكاية الحكاية عند العقل، يعني تتبع الحركة يدي أقرأ المشهد قراءة، خلاص. بس محمد يقول لك ما أنا بقارئ، تمام، ثلاث مرات يقول له اقرا، يقول له ما انا بقارئ، يقول له اقرا، يقول له انا ما انا بقارئ، وبعدين عاد يا منور البصائر اقرا باسم ربك الذي خلق، يعني اللي خلقك بيقول لك اقرا، يعني هو ما هو عارف انك انت امي. كلمه اقرا علشان الكتابة ما هي عربية، ما هو ما هي برمجة عقل عربي، خلاص. فما كل العرب عندهم قراءة الكتابة، عندهم قراءة المشهد، قراءة الرمال، قراءة النجوم، قراءة لغة الجسد. يعني يقول لك اتقوا فتنة المؤمن، فتنة من الله، حداثة، حدث، حدث، حاسة السادسة. في لغة في الدنيا دي كلها، العقول دي عبارة عن برمجة، خلاص خلاص، نتيجة لبرمجة تأتي لغة، خلاص. لكن في الأصل كل عقل، كل واحد جاي بلغته، فأباه يوحدانه أو ينصرانه، التهويد ولا التنصير هذه ما هو بس دين، وسلوك وحركة وثقافة، لغة
خلاص، لكن في الأصل فطرة. الجزء من العقل الذي تكون داخل رحم الأم هذا هو الفطرة. لم يكتمل نمو العقل حتى خروج الكتلة من رحم الأم، يا كده يا كده. أول ما يخرج من رحم الأم عبارة عن هو بتقبل برمجة، يعني تكرار الحركة، تكرار المسموع، تكرار المنظور، تكرار المحسوس، بيكون باترن. هي دي النظام الدنيوي. خرجت من رحم الأم إلى رحم الأرض، منها وإليها. في حالة حركة مستمرة، أي في حالة تلقي لإشارات طول ما أنت مدركة أنك على قيد الحياة. خلاص، في إشارات بتجيكي وأنت ما عندك القدرة على إدراك الحياة. تكوني نايمة، لما تكوني ميتة، تكوني محبوسة في هنا، مصممة على مشهد معين، بديك إشارات كده كده. خلاص، ليش؟ لأنه المتحرك الأصلي القلب لين دحين شغال، من يوم ما تخلق لين دحين شغال. فبيبعد عاد كونك انت عاد ايش في اللالا لاند حقتك، هذي احنا ايش نسوي لك؟ بنجيب لك الشيء لين حدك. فالعقل ضارب عينه في المشهد، تمام، شاشة العين وشاشة العقل لازم يكونوا شيء واحد متطابق، ولا في كذب. ما ينفع مشهدين في يعني تاكلي وتتكلمي كيف؟ إذا ما تقدر تبلعي إلا لما ينسد التنفس، ما في. ما دامت مسار واحد يبقى حركة واحدة بر. يعني لكل نفس حركته، يبقى النفس الواحد حركة واحدة. خلاص، يبقى المشهد الواحد واحد، لا إله إلا الله، تمام. اي العقل اي مشاهد تانية غير اللي بتجيله من اشارات المشهد، من مفردات المشهد، من الحواس المؤتمرة لامر القلب، هذا ان شاء الله عقل ايش؟ شاشة ايش هذي؟ شاشة ايش؟ إنه قال لك يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق، تمام. يبقى أنت إن شاء الله كعقل رايحة من اللي خلقك، فين بتروحي في مشاهد حقتك؟ ليش اللي قدامك مو عاجبك؟ ليه يكون عندك رأي في اللي جاكي؟ ليه خارجة عن الفطرة بكل وقاحة كده وغر؟ ها، البرمجة يا يوحدان يا ينصران. خلاص، تمام. يبقى إدراك إنه العقل إله مع الله، اتخذ إله مع الله، اتخذ مشهد آخر غير المشهد اللي جاله من الحواس. إيمان، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الحواس. العقل بيجيله إشارات الحواس، خلاص،
ماله فيه، ماله فيه الشيء اللي جاله، لأنه ما ينفع تدرك الحياة عبر الحواس وبعدين تسيبيهم بقى يتكلموا 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 وانت شغالة في اللا لاند. صباح الخير يا مشمش، صباح الخير حبيبتي وأحدية، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. وهذا ديسمبر والحمد لله، والجو جميل والحمد لله، وعصافير الدنيا والآخرة وحلويات وإيش يعني الحمد لله يا لولو، والله الحمد لله. كيف يعني؟ هي مشاهد تمام. دحين اللي ده وده بيتحركوا مع بعض متطابق، اسمها شاشة العين وشاشة العقل، نفس المشهد خلاص. اي كونتاكت، الشاشة بتطلع نور، اتس اوكي. بس the thing is العقل بيدرك وجوده بعد ما جاته الإشارات من المتحرك. ف يعني شوري لي على قدرتك على الفعل. فاهمة كيف؟ أهو أين أنت؟ في الليلة اللي أنت شايفاها دي، سمعتها حستها خلاص، يبقى جاكي منظور، جاكي مسموع، جاكي ها من الكتلة، من خارج الكتلة، صحيح؟ تمام، هذا هو السطح. تمام، أنت كعقل فين؟ أثبتي وجودك. هذا اسمها عين، ما اسمها عقل، هذا أنف، هذا تمام. فين العقل؟ تمام، لما تقول تسألين لي أثبتي، أديني دليل، إيش الوقاحة دي؟ زي ما أنت عارفة شكلك، ولا لك صوت، ولا بتتحرك من أصله، هذا اللي بتتحرك هذا ها هو اللي بتحرك، هنا ما بتحرك، هذه بتتحرك، هذا بيتحرك. الصوت بيجيكي امتداد، شايفة كيف؟ هذا اسمه مسافة ما بين مصدر الصوت إليكي، فأنت فجاكي الصوت. ما جاتك الكتلة اللي بتطلع الصوت، ما عمرها بتجيك رموز يا بنتي طول الوقت، ما ينفع. ثلاثي الأبعاد كيف يدخل جوا؟ هيا عاد والله، أيوة فيجوال رياليتي، حتى دي عبارة عن خدع البصر، اسمها كده خدعة البصر. فقال لك ما زاغ البصر، فالإشارات جاتك من العين، صحيح؟ هو ده الحق الوحيد. ايه الجمل اللي انت بتكونيها بعد ما جاتك اشارات من العين، هذا ما هو حق، لانك انت بتكونيها بالشيء اللي تعودت عليه، بالشيء اللي برمجتي به، بالشيء اللي ما يحدث الان. لا اله الا الله،
مالي غير الصبر عليك. تمام يعني الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إدراك العقل إنه هو كده تمت برمجته هكذا خلاص، بيرجع للفطرة أهلا وسهلا، ما بيرجع للفطرة يعني نصبر عليه.